شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصوره اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسه، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي. اسمي كتب تحت كل صوره بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذه يا استاذه. نعم. الفنانه نهى جلال على التليفون، ودي رابع مره تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. نهى جلال نجمه الاغراء. هو في نهى جلال غيرها؟ دي عفوها مكسره الدنيا. حبيبه قلبي المتالقه على طول، ازيك يا ناهد؟ اي اخبار حلوه تخصك انا جاهزه. واخده على خاطرك مني؟ هو انا اقدر؟ مش عاجباكي؟ انا بنشر الصور اللي موجوده عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وانا غرق المجله بيها. ده انا اتمنى، ده انا بوزع بيكي يا نجمه النجوم. مع السلامه يا حبيبه قلبي. هو انا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانه تانية. انا كنت فاكر انها ممكن اصورها تخطيفي كده يعني على الطبيعه. طبيعه؟ طبيعه دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت حضرتك مدرسه، وانت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. ان شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. استاذن. مع السلامه. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهد جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه نهد جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار. لكن انت اني عليك برده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، بصراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغاله عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير؟ صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. آه، ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. وإنها غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورينها صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هديه. لا يا فندم، شايفه ان حضرتك تشتري الهديه اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحه وذكيه. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسه الخواجه الفرنساوي باينه، والاضاءه 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال. مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة؟ معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام، أنا كنت في درس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه؟ ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية، وكمان فيها تكييف. وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده، حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وأعيش إزاي؟
داخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوزه اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زيي واقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ انا يعني نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. انت واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكرة عن كمية الألمازات اللي ضاعت وإن الستات اتعرت؟ إيه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ أنت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت أجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا إزاي؟ أنت هبل يلا، أبو العروسة رصد مكافأة 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك أنت هو أول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. أنا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من أبو رواش؟ تقريبا يا أستاذة. يبقى اللي باع له التعابين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل. واللي باع له التعابين يعرف يوصفه، ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت للبوليس؟ والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه. ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه. وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انتي بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل ان ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشرا. ليه؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون.
انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. انت مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذ. اخرس. تعرف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده، ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السودي يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق، والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا، لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي ان انا ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور للجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي الزفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورته واقعه على الارض، حواليها 4 جرسونات على 2 نسوان مالهمش لازمه على راجل ملوش هوا، يعني صوره ملهاش لازمه اساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيله عندك، بذمتك لو صوره زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبه اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها ان مستقبلك معايا انا مش في حته تانيه. امال بيقولوا عليا الاستاذه ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. أنا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركة العالمية للتجارة تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب، رئيس مجلس الإدارة. بقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في إيه بالظبط؟ في المكسب والخسارة، واطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ أنت بتستعبط؟ أنا هاخد 40. ما تنساش إن أنا اللي في الصورة، وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60 حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. ده شرف عظيم ليا يا باشا، والله أنا أول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت إني مخنوقة، عشان كده أول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك، أنا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. أنا هعتبر ده جميل، وإن شاء الله هرده لحضرتك بالشكل المناسب. إيه؟ بتقولي إيه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم أكيد كان هيبيعهم لأي جورنال أو مجلة تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقلة قيمة لضيوف سعادتك اللي هم كرمة المجتمع وكبار رجال الدولة وستاتهم. كويس إن حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا أنا اشتريت النيجاتيف عشان أمنع نشر الفضايح دي. عاوزة كام؟ 30,000.
ألو. أيوة يا باشا، 40,000 العشرة الزيادة تمن الإهانة. ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. ألو. أيوة أنا نجوى، وعاوز إيه يا أمين الشرطة؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضرة الأمين، قول له مدام نجوى بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجة هتبقى عالي العال. مع السلامة. ألو، صحتك من النوم؟ أنا نجوى. اسمع، أنت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكرة ده اللي اسمه طارق شعبان؟ أيوة، عاوزة شوية معلومات عنه. أول حاجة اديني عنوان بيت أهله. أنا مش هتأخر، اركنها في حتة قريبة. تحت أمرك يا مدام. اتفضلي يا حاجة. خدي بالك مني، الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاج. احنا فين؟ ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. وانا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل ايه؟ لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع. بسالها مين ده يا بنتي؟ لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. أنا لو أعرف إن هي مخطوبة وبالذات لضرفة زي ده أكيد بناقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكرة أنت مين. حالاً هيكون عندك فكرة، بس مش الأول يبقى عندك أخلاق رياضية وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبوية، ولا مش قادرة تعرفي عليه عشان نضف زيادة عن اللزوم؟ أنت بتشرب خمرة يا عبد التواب؟ أنا نجوى كمال، لازم تشتري العدد اللي جاي من المجلة بتاعتي. عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاحك عشان جمهورك يعرف قصة كفاحك من الساحة في بلدكو للبار يا عبد. انت عايزة مني ايه؟ مش عارف انا عاوزة منك ايه؟ وحياة امك اللي قاعدة هناك دي، انت مش عارف انا عاوزة ايه؟ عاطف ربيع مش كده؟ اديك فهمت. ما اقدرش اعمل حاجة معاه. تعترف. اعترف بايه؟ انك بعت له العربية. كده يبقى رحت في داهية. في محضر اتعمل الصبح هيطلع النيابة. تروح القسم الصبح وتغير أقوالك. الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. إزاي يعني؟ جراية طروقة، أنت ليك دلالة على ناس كتير، ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، وأكيد مش هيقولوا لك لأ. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب. أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العمى ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنتِ مديتي إيديكي وأنت شلتيني من جهنم الحمراء. أنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يمين إني أبوس رجلك. فايدة فيك ولا في أي حد زيك. أنت فاكر الدنيا ماشية إزاي؟ ماشية سبهللة؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها. وأول قانون بيقول مستحيل البني آدم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار أنت عاوز إيه. لكن البني آدم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله، دايماً خسران. وانت خسرت.
واتهنت عشان مسكت العصايه من النص. انا بتعلم منك يا استاذه. الغايه بتبرر الوسيله. شوف انت عاوز تعمل ايه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته وانا شفت كتير. وخلي بالك ان ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف. وديك جربت عشت الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى انا عازمك على 10. لا مش هقدر يا استاذة، لازم اروح لابويا عشان اطمنوا عليا. على راحتك. عملت ايه في العربية سبب المصيبة؟ عربية ايه بقى؟ يغور بيها دي نحس زي وش امه. صباح الخير. مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا استاذة. عاوزاني اشوف ايه؟ امتى تحصل وازاي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم. عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه يا استاذ هانم، وانا الصبح انا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه الحصل. ايوه يا استاذ هانم، الساعه 7 الصبح وانا منظف المكتب جه هو خبط، فتحت له فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقة عائلية. خناقة عائلية تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طالع من صندوق زبالة. لا اصل الخناقة كانت شديدة شوية. مع ابوك ولا مع امك ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة كانت في الشارع. عند العربية؟ ايوه. وايه المصيبة اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عامله سودة. خلاص بقى، لا حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبة لي. هي مسألة عبيطة وهايفة، بس بالنسبة للوالد والوالدة غلطة كبيرة قوي. ايه، سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحدة في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ فندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العماره. تقول له انا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع، وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر.
مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذة. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار؟ ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئة غير الهيئة. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفة بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. يا جوعان. ايوه. محسن بيه الهواني عاوز يحاسب على الترابيزة بتاعت حضرتك. ايه رأي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين، وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمة زبايننا مش أكتر ولا أقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك أو من حضرته. ماشي شكرا. بعد إذنك يا فندم. هو إيه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي. فاكر إنه ممكن يشتري سكوتي بعشوة، مش عارف إن كل حاجة ليها تمن. كنت فاكراك أذكى من كده يا محسن يا أهواني. هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشاء؟ ده انت اهبل بقى. عاوزة ايه؟ عاوزة اعلان الغلاف الاخير بتاع المجلة بتاعتي. الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل، فلالا ولا فالك. ظهر المجلة، فهمت؟ بكام؟ هتدفع اللي بقولك عليه، انت هتفصل معايا؟ ايوه كده، خليك حلو امال. سلام. اي خدمه يا استاذ؟ فين تهاني؟ عندها ضيف. قول لها الاستاذ عاوزاكي دلوقتي حالا. معلش يا استاذ انا اسفه. روح انت. مين الضيفه اللي عندك دي؟ بنت بتقول انها صحفيه وجايه تسال على الاستاذ عاطف. بنت وصحفيه؟ اسمها ايه؟ اسمها سلوى. طب دقيقه كده وخليها تدخل. صباح الخير. صباح النور. ايه ده كده؟ طمنتيني على مستقبل الصحافه، حلوه ورشيخه. اقعدي يا سلوى. ياسين. الله، اسمك حلو. وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فاهمه. يعني اسمك حقيقي ولا مؤلفه اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ؟ لا ده اسمي الحقيقي، سلوى عبد العزيز ياسين. وبتشتغلي في انهي جورنال؟ في السهم. عاطف كان بيشتغل هناك، زميلته يعني. تقريبا. وعاوزه عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل. ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهره التسول والبلطجه اللي في الشوارع، وانا عايزه اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي، وعاوزه عاطف هو اللي يصور لي الموضوع. وش معنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم. لا ما انا مش عايزه اي مصور وخلاص ياخد لي كام صوره على الماشي، عايزه يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حمايه ليا. ايه في حاجه حضرتك؟ طبعا، عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير، وشغل المجلة ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده، ومهما كنتي غالية عليه وقته ما يسمحش، وحكاية التصوير دي خلاص مرحلة وعدت. بس هو بيحب التصوير. الحب حاجة والشغل حاجة. لما انتي ما قلتيليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى؟ عاوزاه الليلة دي او بكرة بكتير. خسارة يا سلوى ياسين، حظك قليل. عاطف في مأمورية برا ومش هيرجع قبل يومين تلاتة. أكون خلصت التحقيق بتاعي. بالتوفيق يا حبيبتي. أنت لايقة على الموضوع اللي أنت بتعمليه وعلى الجورنال اللي أنت شغالة فيه. أنت مش ناهجك اشتراكي برضو؟ مش مهم بقى. متشكرة قوي يا مدام نجوى. سعيدة إني شفتك ونبقى نشوفك. إن شاء الله. رغم إن الفكر مختلف. إن الكلب عاوز يلعب بديله، مش قادر يصبر. زي حضرتك. زي حضرتك أنت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة.
على فكره الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سينيه اصلي ومن بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه، مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفيه ناشفه كده ومعصعصه اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما اكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا استاذه دي زميله كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفه ان انا كنت بشتغل في جورنال السهم. اصلها جت تسال عليك هنا، انت هربان منها ليه؟ هي قالت لك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس انا حسيت. طب وانا اهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكم. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح؟ طبعا. اللي حضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم. جاهز. هتسافر العجل. في حفلة في فيلا صورها عالي قوي على حمام السباحة. فتة ولحمة وممبار. على حمام السباحة؟ ايوه على حمام السباحة. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي انا هعمل ايه. ولو نجحت عندي ليك مكافأة. انا المكافأة بتاعتي رضاك يعني. طب غور من وشي دلوقتي. امرك. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده نص عظماء مصر لابسين مايوهات. صحيح مين دول يا استاذه؟ خلطه ما يعرفش يعملها غير خضر العطار. رجال اعمال. طب ما عادي. لا مش عادي. شايف الست دي؟ دي مرات علاء مجاهد رجل الاعمال، تعرفه؟ عارفه، مستورد القمح. ايوه. ودي بقى مرات شريكه عمرو ابو شامه. ده الظاهر ان الشركه مش في التجاره بس، وفي النتايه كمان تنفع. يا ساتر استر، عايز تتزغلوه شخصيا؟ اهو الراجل ده بقى هو اللي سخني ان انا اصور كل حاجه جوه بسبب صوره ليه مره جروني على الاسم. تحمد ربنا انها جت على كده. هو الراجل ده مهم قوي كده؟ طبعا، ده بقه في ودن الكبير بتاعنا. ربنا يكفينا شره في الخزنه اكيد. يفضحكم في ضيحه القطط على السلالم. هو جرى ايه في البلد؟ الواحد ما بقاش عارف الفرق بين الذكر والنتايه. ومين دول بقى؟ معرفش، بس زي ما انت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجاله. اكيد هتنفع. وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير قوي. معرفوش، بس شكله راجل مهم. سرنا في يوم نعرفه، واكيد هيبقى لها عوزه. شاطر يا عاطف يا عطوفه، انت طلعت احسن من تقديري ليك بكتير. كله بفضل حضرتك يا استاذه. كده التلميذ اتفوق على المدرسه بتاعته والنظره كمان. ان شاء الله هفضل كده على طول. انا كنت وعدتك ان انا عندي ليك مكافاه. اعتبريها وصلت. لا، انت تروح تستريح في المكتب لحتى اما انا اظبط اموري. طب ايه المكافاه؟ مش هقولك. عارف يا عاطف الاعلانات اللي في الشوارع؟ اهل البلد عامله زيها بالظبط. فيها اللي بينور ويطفي، وفيها اللي منور على طول، وفيها اللي مطفي على طول. ايه رايك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو ايه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك انت كمان. انا؟ ايوه انت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير واجراءات ورق. حضرتك عايشه في بلد بتوقف المراكب السايره، عايزه تمشي مركبه. وبعدين مين قال لك ان الجورنال ده هينجح؟ تبقاش اهبل. انت فاكر ان البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جايه دي كلها شخلعه وفهلوه وخفه يد كمان. وانا وانت مع بعض ممكن نبقى حاجه كبيره قوي. انت بتبص لي كده ليه؟ انت حبيتيني مش كده؟ انت مغفل؟ احبك ازاي وتحبني ازاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج. بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني انا مش مراتك ولا حبيبتك عشان احاسبك. وحضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمه، ست مش طفصه، ما
بحبش اكل غير وانا جعانه واكلتي خفيفه. انا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس اهم شرط فيهم ان مفيش تغيير في المعامله اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف، انا قريت الجوع اللي انت فيه من نظراتك ليا اول مره شفتك. يا استاذه، انا جعان كل حاجه في الدنيا، عشان كده واحده واحده عليا شويه. ماشي. جراح على فين يا استاذه؟ بحب امشي في الشوارع بالليل وهي فاضيه، بعرف افكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجه زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. انا مش قلت لك اول مره هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذه، دي واحده من شققي اللي باجرهم مفروش. تعال. ايه؟ ايه؟ مالك؟ ماليش، انا كويس. طب اطفي النور وتعالى. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته، وراح مولع شمعة، فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة وجري التالتة. يا ابن المعفنة، بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلاً. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. ألو. أهلا أهلا. طبعا عارفاكي، سمعت عنك كتير، ده كل الأوساط الراقية بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك. أأمريني يا حبيبة قلبي. أنا مقابلتي سهلة جدا، بس ممكن أعرف ليه؟ يبقى أحسن مكان تقابليني فيه في مكتبي، أنا بكون موجودة لحد الساعة 11 بالليل. تشرفيني في أي وقت. أنا اللي تشرفت بمكالمتك. مع السلامة. عاوزة إيه دي؟ لازم تكوني أهم مصممة حفلات في مصر، جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. مرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناويه اسيب الشغلانه. ايه ده؟ حد يسيب شغلانه زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهه والجمال والشياكه، وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دي لا كريم؟ كريم دي لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين، ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده؟ ده انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف، اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر، ومنه للحكام على طول، سواء هنا او بره. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول، وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش؟ الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي، بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني أصمم له حفلة عيد ميلاده، عرضت عليه أفكاره معجبتوش، راح شتمني قدام كل ضيوفه. قليل الأدب. وبعدين؟ نجيلها أكتر وأكتر، ابتكر حفلة تنكرية لكل المعازيم. وإيه الجديد في كده؟
ما اعتقدش انه في حد عمل حفله زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجاله قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا. ولما هو لا زعلانه ليه؟ كنت هعتذر لولا انه اهني اهانه ثانيه اشد من الاولانيه. فضل يشرح في تفاصيل الحفله وفي الاخر بص لي وقال انت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكة بالمشروع؟ علشان انتقم لنفسي. وهتنتقمي ازاي؟ الحفلة تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجلة. وانا اللي كنت فاكراكي طيبة طلعت انا اللي طيبة. وانت بقى اللي هتصوري الحفلة؟ لا ما اقدرش انا اللي اصور، وفي اجراءات امنية مشددة. بس انت لسه مسؤولة عن الحفلة. ايوة. وممكن تساعدينا؟ كل اللي اقدر عليه هعمله. انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه، بس أنا بقى أعمل كل ده مقابل إيه؟ دي مسألة هنتفاهم فيها وأنا تحت أمرك. هو كده. أنا بجد سعيدة بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجلة. صباح الخير. أهلا يا عاطف، أعرفك الأنسة غادة الأمير، أشهر مصممة حفلات في مصر. تشرفنا. الأستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجلة. فرصة سعيدة. أنا سعيد. مع السلامة. وراي على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة؟ اصلها حلوة. حلوة ولا وحشة؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك. انت بالنسبة لها كوم زبالة. في ناس بترضى بالزبالة. ولو بقينا نعرف نرد يا أستاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل أعمال اسمه أدهم سليمان؟ لسه بدري عليا عبال ما أعرف رجال الأعمال. طب عاوزاك تسأل عنه وتعرف كل حاجة. انت مش عارفة؟ عارفة، بس مصر بتتغير كل يوم. أيوة مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب. معلش يا أستاذة، أصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا أنا لوحدي يا أستاذة، وممكن تتأكدي بنفسك كمان. وإيه ريحة الكمكمة والزناخة اللي مالية الروف دي؟ ولا دي ريحة النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ أنت كده دايما ظلمان يا رئيسة، وأكبر دليل على ظلمك ليا إن الشقة ريحتها معفنة. إشمعنى يا ابن الحلواني؟ أصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. عليا أنا الكلام ده؟ وإيه سبب الزيارة المفاجأة دي؟ هيكون إيه غير الشديد القوي؟ سألت على الراجل؟ طبعاً. وعرفت إيه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عمارة وفوق منه صبة أسمنت. وناس تانية بتقول إنه عنده يخت في البحر الأحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط المية ومنه لسمك القرش. وعايزاني أصور بيت الدعارة اللي ناوي يعمله؟ لا أنا آسف، لا ناوية ترمي من فوق سطح عمارة، ولا انت ناوية تبقي جوه بطن سمكة قرش. احنا ملناش دعوة بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا هبل؟ دي خبطة العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانت بتقولي ان احنا مش هنقرب؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره المية، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسة دي. جميل، يبقى كده العملية بيضة مقشرة. لا، لأنه جايب شركة أمن، والدعاوي كأنها طالعة من القصر البريطاني، ومستحيل دعوة تتسرب. لا أفهم، هدخل إزاي؟ الأكل والشرب وطقم الخدمة والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ أنت هتكون واحد من طقم الخدمة. إزاي؟ ساعة الحظ بيخدم. مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده أنا أعرفه معرفة شخصية، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت أمرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب أنتي مش بتقولي إن في تفتيش؟ أخش بالكاميرا إزاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفلة بـ2 يوم، وهتكون مخفية في مكان أنت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها، وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون.
ولاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟ تحفه. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شو يا انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصه والمضروبه واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شغل مخي في اي حاجه تخطر على بالك الا دي. الخطوه اللي جايه صعبه عليا. مستحيل. انت مش هتعمل حاجه. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفه قديمه، صحفي من قبرص. المهم تكوني ماليه ايدك منه. طبعا ماليه ايدي. ما هو من النوع بتاعك، بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا افضل بعيد، ماليش دعوه. عاوز اقول لك حاجه، ملك الغابه مش هو الاسد. ملك الغابه يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الاسد. والجورنال اللي انا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزه شقه واسعه. بقول لك ايه، هو الدور كام شقه ومساحته كام؟ جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي يتقطع. ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم، انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سألني عليه. اللي يسألك قول له هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، ومفيش أكتر من عيون الحساد. واضح إن أنتِ ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعة إيه اللي أداري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي أنا بجهز ومحتاجة محررين ومراسلين ورؤساء أقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه. ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقول لك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب. يلا نقوم ناكل. وانت طبعا هتبقي رئيسه التحرير ورئيسه مجلس الاداره. رئيسه مجلس الاداره رئيسه التحرير لا. ليه لا؟ ما ينفعش رئيس التحرير جورنال سياسي. هيقولوا مالها ومال السياسه، وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضه والصالونات. امال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي ازاي يعني؟ ده انا ميح في السياسه. كل اللي بيكتبوا في السياسه وكل اللي بيشتغلوا في السياسه زيك كده بالظبط، ويمكن اقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، انا لو كتبت في السياسه هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. زيك زي غيرك، وشويه شويه تتعلم تكتب ازاي. طب وليه السياسه؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيره، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حيتان مصر. برضه بسارية. احنا عاوزين نصطاد دوله. دوله؟ ايوه دوله. دوله تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها. ما فيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا تلاتة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة. وأنا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها. صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ إيه أنت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش. معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب. زغزغة. بقول لك ايه، انا دماغي تقلت. اطلب الحساب ويلا بينا. مش عاوزه ابقى زي الست شفاعات بتاعت شباب امراه. يلا متر. تعالى عندي ليك خبر هايل. اكيد مبيعات. زدنا قد ايه؟
حاجة أهم؟ مضيتي مع الوكالة الدولية للإعلان؟ برضو أهم. هيبقى في أهم من كده يعني؟ مبروك يا أستاذ عاطف. على إيه؟ إنت الريس اختارك تسافر معي على طيارة الأسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو أنا عمري قلت حاجة وما طلعتش جد؟ أكيد بيقرأ مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة. كون إن الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير فده معناه إنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. طبعا. المهم بقى شكلك على الطيارة. ما تلاقيش، هبقى أشيك واحد. لسه خايب. انت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك لانه اكيد هينكشك. هو يحب ينكش اي حد جديد، ولو سالك عن حاجه ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سالت سؤال تسال السؤال اللي تحس ان هو عاوز يتساله، ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجه مضحكه وضحك، بس تكون لطيفه ومهذبه، سامع؟ انا مش عارف اودي جمالك فين. لا عارف، بس بتستعبط. انت خريج اعلام مش كده؟ ايوه يا استاذه. وعاوز تتمرن عندنا؟ دي امنيتي يا استاذه. تعرف ان علاء السروجي اللي بعتك ليا ده كان اصلا تلميذي؟ ليا شرف ابقى تلميذ حضرتك، كنت عارف مدرستك. امتى؟ النهارده الصبح. ألو عاطف، التحويل الأخير بتاع ليبيا كان بكام؟ 750,000 جنيه. يعني أنت سحبت 250,000 جنيه؟ مالك يا نجوى، في إيه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ أيوة. وليه إن شاء الله؟ وانا بسالك بتسحبي فلوس من البنك، بتسحبتيها ليه ولا ما سحبتيهاش؟ هو انت هتعمل راسك براسي؟ جرى ايه؟ نسيت نفسك ولا ايه يا استاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان ممكن اقل ادبي وبهدلك. هي دي اخرتها يا عاطف يا ابن بتاع البسبوسه؟ ماشي، انا هلغي توقيعك من البنك، ومفيش مليم هيطلع من الجورنال ده بعد كده غير باذني. طب استاذن انا. هو انت لسه هنا؟ اقعد. قلت لي اسمك ايه؟ وليد يا استاذ. أبوك بيشتغل إيه؟ سواء قطر، بس متوفي. شوف يا وليد، أنت مستقبلك معايا مرهون بكفاءتك. هنبتدي بكرة. متشكر، متشكر قوي. إن شاء الله أكون عند حسن ظن حضرتك. أما نشوف. أنا عاوزاك تنسى أي حاجة اتعلمتها في الصحافة. في مدرستي أنا لازم نبتدي من الأول وعلى بياض. حاضر يا فندم. أنا رايحة المهندسين، تعالى أوصلك معايا. متشكر قوي. تعالى ما تتكسفش. شكرا يا عمش. براحتك.